بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بالرجوع إلى سبب نزول هذه الآية نجد أنها نزلت في الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم، الذين كانت بينهم عداوة في الجاهلية وحروب وتفرق، فلما من الله عليهم بالإسلام وهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت عنهم هذه الفتن وهذه الإحن، وتآخوا بالله وتحابوا. فلما رأى بعض اليهود هذه النعمة التي أصبح بها الأنصار الأوس والخزرج غاضهم ذلك، فأرادوا أن يكيدوا للمسلمين وأن يفرقوا بين الأنصار. وذكرهم هذا اليهودي الحاقد، ذكرهم بأثاراتهم وغاراتهم في الجاهلية، وجاء بأشعارهم التي يهجو بعضهم بعضا بها، فثارت ثائرتهم وأرادوا أن يقتتلوا ويعيدوها جذعة. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وجعل يتلو عليهم هذه الآيات، فعند ذلك ألقوا السلاح وأقبل بعضهم يقبل بعضهم بعضا وعادت لهم أخوتهم. هذا هو سبب نزول الآية، والسبب وإن كان خاصا بهم إلا أنه عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأن العبرة كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا أمر تذكير للأنصار وغيرهم ممن من الله عليهم بالإسلام وهداهم للإيمان، ومن الله عليهم بالأخوة والألفة فيما بينهم، أن يشكروا هذه النعمة، يذكروها ويشكروها. ولأن الشكر يتكون من ثلاثة أركان: الاعتراف، التحدث بالنعمة ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، ونسبتها إلى موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى، صرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي النعمة، وهي أكبر النعم التي من الله بها على المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظر إلى الإيمان والدين كيف يصوغ المجتمع ويؤلف بين القلوب المتنافرة المتباغضة، وليس ذلك إلا للإسلام. فمهما بذلت من المال ومهما بذلت من الأسباب لتجمع بين المتعادين فلن تستطيع إلا بالإسلام. ولهذا يقول سبحانه ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب إلا الدين، لا يؤلف بين القلوب أطماع الدنيا أو أي غرض من الأغراض، مهما بلغ من المكانة فإنه لا يزيل ما في القلوب من الأحقاد، وإنما الذي يزيل ذلك هو الإيمان بالله عز وجل والدخول في الإسلام. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، تحولتم من كونكم أعداء متقاتلين متناحرين إلى كونكم إخوانا في الإسلام. وأخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، لأن المسلمين إخوة كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وهذا يشمل جميع المؤمنين من أول الخليقة إلى آخرها، ويشمل المسلمين في جميع أقطار الأرض، فإنهم إخوة وإن تباعدوا في الديار وإن تباعدوا في الأزمان، إلا أن الإيمان يجعلهم إخوة. ولهذا جاء في دعاء المؤمنين كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الشفا هو الطرف، والحفرة هي الهوة، وهذه الهوة من النار، فهي حفرة وهوة سحيقة، وهي أيضا من النار، وكانوا على طرفها في الجاهلية لما كانوا على الكفر وعلى دين الوثنية، كانوا على طرف هذه الحفرة يوشك أن يسقطوا فيها، فجاء الله بالإسلام فأنقذهم من هذه الحفرة ومن هذه الخطر ومن هذا الخطر العظيم. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته، أي كما بين لكم منته ونعمته بهدايتكم إلى هذا الإسلام، فإن الله جل وعلا يبين تشريعاته وأحكامه في كل الأمور، لأنه سبحانه تكفل بهداية عباده وأن يشرع لهم ما يصلحهم وأن يجنبهم عما يضرهم لعلكم تهتدون. هذا البيان من الله جل وعلا لأجل هداية الخلق واتباع الحق، فالبيان هذه ثمرته، أن من تبين له الحق فإنه يهتدي به وينتفع به، أما من تبين له الحق ولم يعمل به فإنه يكون مغضوبا عليه ويكون خاسرا في الدنيا والآخرة، ويكون عذابه أشد من عذاب الذي ترك الحق من غير علم به. لعلكم تهتدون إلى الصواب، تهتدون إلى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم. فهذه الآيات فيها تذكير الأنصار بما جرى بينهم وما صاروا إليه من الأخوة الإيمانية، وهو أيضا تذكير لكل من الله عليه بهذا الدين واهتدى بهذا الهدى، وهو تذكير لجماعة المسلمين في كل زمان ومكان، وحث على اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وترابط المجتمع برباط من الدين، فهذا هو نتيجة تمسك بهذا الدين والثبات عليه، فإنه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الدين، أن يمكننا من معرفة الحق أولا، ثم العمل به ثانيا، ثم الثبات عليه ثالثا، إلى يوم نلقاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.